الله الرحمن الرحيم. قاتل جيش تحرير الشعب الصحراوي، أبطال الأخوات والأخوة، الحضور الكريم، نلتقي اليوم في هذه المنطقة التي احتضنت منذ 40 سنة إعلان الوحدة الوطنية لكل الصحراويات والصحراويين أينما تواجدوا في معركتهم الوجودية من أجل الحرية والاستقلال بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي دهب. بهذه المناسبة نقف اليوم وقفة إجلال وتقدير أمام المؤسسين والمساهمين من رحل منهم ومن لا زال يواصل الدرب، ومنهم الحاضرون معنا اليوم والذين دشنوا لمرحلة فاصلة في تاريخ الشعب الصحراوي، وفي مقدمتهم شهيد الحرية والكرامة قائد ثورة 20 مايو الخالدة الولي مصطفى السيد. وقد مر كفاح الشعب الصحراوي بمحطات خالدة، حيث كان تأسيس الجبهة وإعلان الكفاح المسلح في 10 مايو 1973 لحظة انطلاق نحو الانعتاق والتخلص من الاستعمار، وكان قيام الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 تكريسا نهائيا للوجود الصحراوي ككيان مستقل بين الشعوب والأمم. لكن إعلان الوحدة الوطنية في 12 أكتوبر 1975 كان هو لحظة الانصهار والاندماج في بوتقة الانتماء إلى الهوية الوطنية الصحراوية الواحدة والموحدة. كان لحظة إعلان القطيعة مع سياسات الاستعمار التدميرية التي تشجع الجهل والتخلف والاستعباد والقبلية والتمزق. كانت لحظة أبان فيها الصحراويون عن إدراك واع وفهم عميق بأن خلاصهم يكمن في وحدتهم وتماسكهم، وقد جسدوا تلك القناعة بالتجاوب والانخراط الطوعي والشامل والعميق لكل جماهير الشعب الصحراوي وبكل حماسة واندفاع في مسار التحرير والبناء. الأخوات والإخوة، إن أكثر من 40 سنة من الصمود والكفاح وما حققته القضية الوطنية من حضور ومكانة على الساحة الجهوية والقارية والدولية قد برهنت على أنه لا شيء سيمنع الصحراويين من انتزاع حقوقهم من انتزاع حقوقهم. فهذا الشعب المظلوم يخوض معركة بطولية باسم البشرية جمعاء، لأنه يتشبث بقيمها ومثلها السامية ويدافع عن ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال وحقوق الإنسان. جيش تحرير الشعب الصحراوي برصيده الزاخر بالبطولات والأمجاد على أهبة الاستعداد واليد على الزناد، وانتفاضة الاستقلال لا تتوقف عن إبداع الأساليب النضالية
بروح التواصل والاستمرارية. والجمهورية الصحراوية اليوم عامل توازن واعتدال واستقرار في المنطقة، لأن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي تقود مشروعا حضاريا قائما على تكريس الديمقراطية والعدالة والمساواة والتعايش في ظل التفاهم والسلام. في المقابل هناك مع الأسف الشديد مشروع عدواني تقوده المملكة المغربية، يقوم على فلسفة التوسع والاعتداء على الجيران وزرع التوتر واللا استقرار في المنطقة بإغراقها بالمخدرات ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. إن التعنت والعجرفة والصلف في صفات هي صفات لصيقة بالمحتلين الاستعماريين على مر التاريخ، فلا سند لهم سوى قوة الظلم والعدوان، ولكن الانتصار في النهاية حليف الشعوب المضطهدة المكافحة بقوة الحق وقوة القانون. الشعب الصحراوي المكافح يستحق العيش حرا مستقلا في كنف السلم والاستقرار، يستحق من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتنظيم استفتاء ديمقراطي عادل لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. يستحق من المجتمع الدولي أن يسارع إلى حمايته من بطش وجبروت الاحتلال المغربي، ووقف النهب المغربي لثرواته الطبيعية، وإطلاق سراح معتقلي إكديميزيك ضحايا المحكمة العسكرية المغربية الجائرة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وإزالة جدار الاحتلال المغربي الجريمة ضد الإنسانية. أخوات والإخوة، من هذا المكان المرصع بجوهرة الكفاح الصحراوي، الوحدة الوطنية في ضيافة الناحية العسكرية الخامسة، ونحن نرحب أيما ترحيب بضيوف الشعب الصحراوي الذين حلوا بين ظهرانه لمشاركة احتفالاته بهذه المناسبة التاريخية، فإننا نرفع تحية التقدير والشكر والعرفان إلى جميع أشقاء وحلفاء وأصدقاء الشعب الصحراوي في كل أنحاء العالم، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة. الجزائر الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس المجاهد أخينا عبد العزيز بوتفليقة. نحن مدعوون لاستحضار فضل الوحدة الوطنية التي تحطمت على صخرتها مؤامرات ودسائس الغزاة المحتلين، وارتوت شجرتها بالدماء والعرق والدموع والمعاناة والمكاسب والإنجازات. فالوحدة الوطنية هي الفيصل بين الانتصار والانكسار، بين الوجود والاندثار. الشعب الصحراوي يبعث من هنا رسالة التصميم على الوفاء لعهد الوحدة الوطنية والرفض القاطع لكل محاولات العدو البائسة الرامية إلى الزج بالشعب الصحراوي في غياهب التخلف والتبعية والتقسيم. رسالة إرادة لجعل المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وادي الذهب محطة نضالية ناصعة أخرى تجسد الثبات والاستمرارية معا، الثبات على عهد الشهداء والاستمرارية في حربنا المقدسة حتى استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني. أيها الأخوات أيها الإخوة، يحضر معنا في هذا الحفل الرمزي في هذا المكان التاريخي الهام وفود من بلدان وشعوب صديقة وشقيقة، نرحب بهم ونشكرهم، وفي مقدمتهم وفد الجزائر وجنوب إفريقيا وموريتانيا وإسبانيا وبريطانيا
وغيرهم من الوفود. شكرا جزيلا. الثورة مستمرة وكل الوطن أو الشهادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.